كلهم مثل بعض. ما في انتخابات؟ شو بدي منهم؟ شو حانتخب؟ القانون الانتخابي وبالاخص القانون النسبي حمل كتير مد وجزر حتى يقدر المواطن يفهمه ويعرف كيف يتعاطى معه. لهالسبب كان من الضروري ناخد رأي قانوني لنعرف شو سلبياته وإيجابياته على المنطقة وخصوصا على دائرة صيدا جزين. نقل نوعية بالقانون، من قبل كنا قانون على الريبير الأكثر إذا بديك، هلأ هيدي نقلة إنه يكون على بالإطار النسبي عم نشتغل، لأنه في معايير معينة لهيدا لأنه بتختلف كتير، وفي إيجابيات كتير مهمة، أكيد في سلبيات بس كمان في إيجابيات. خلينا نحكي كمان شغلة بتهم الناخب ككل، أكيد بدها تهم الناخب الجزين لأنه هو من هالشريحة. أول شيء بالقانون النسبي تحرر الناخية، بتحرر من الضغط تبع المرشحين، يعني ما بقى في ولا مندوب يقدر يمسك الناخب بإيده ويجره على من الاقتراع ويقول له كيف بدك تنتخب أو شو بدك تنتخب، يعني صار الشواء تبعوله محدد وحدا بيقدر يتدخل فيه، يعني ما في لوائح بقى، ما في تشطيب، ما في لوائح، ما في حدا بيعطيه للناخب لائحة، عرفت؟ لوائح مطبوعة سلفة موجودة بأقلام الاقتراع ما عم تتوزع، ما بقى في تعليم للوائح بشتى الطرق مثل ما كانوا يعملوا، مش بس مثل ما صار وقتها انتخابات البلدية انه حتى انه صار في تعليم بالورقة، لا، التعليم بتصير بصف الأسامي، مين قبل مين بعد، هيدا الجروب بنعطيه هيدا النوع من اللوائح إذا ناقصين، إذا يعني هول ما انتخبوا، يعني والتعليم اوقات بصير مش بس ثاني، اوقات بصير في غش باللوائح، بصير في اسامي بيقولوا لها لوائح ملغومه، كمان بنحط اسامي مش مزبوطه، اوقات بتبقى اللائحه مزروقه حتى انه ما تقدر تفوتي ولا اسم، هو كله ما بقى موجودين، يعني الاخطاء يلي بتصير بالانتخابات بهيدا المجال ما بقى موجوده، تسكر عليها نهائيا. بس كمان في اشياء منه معود عليها الناخب لانه ما بقى في شرط، مثلا هيدا شغله متعودين عليها انه نحن هيدا ما بدنا اياه بنشطبه، اوكي بنحب اكس ما بنحب اكراد ما بنامن باللي بيعمله بنشيله، هلا لا بده ياخذ الليستا مثل ما هي ويكبها، هيدا شوي بتحد من خياراته، خصوصا انه عندنا السياسه عندنا منا مبنيه على احزاب، بس ما منا مبنيه على الاحزاب اللي معترف فيها عالميا، يعني يمين يسار، ما بتقعد كتير انت بهمك الاسماء، بتصيري اوكي انا بعرف هذا الحزب، هذا برنامجه، هذه طريقه شغله، هذه تطلعاته الاقتصاديه الاجتماعيه، ما بعرف هذه سياسته الخارجيه، كله بيكون معروف، انت بتتخبي على هالاساس. نحن هون لا، بعد سياسه الاحزاب عندنا مخلوطه بين المذاهب، بين الطوائف، بين يعني القانون النسبي بالاجمال هو قانون بيحفظ حقوق الاقليات ويخلي حتى الأحزاب الكبيرة تضطر إنه تحكي مع الأقليات ومع الأحزاب الصغيرة لحتى الأصوات ما تتفرع، بالتالي بتخسر، وبالتالي بتخسر نسبة من تمثيلها بالبرلمان. كمان بتسمح إنه حتى يلي عندهم أفكار معينة يجتمعوا مع بعضهم بليستة معينة، يعني المجتمع المدني مع أحزاب صغيرة، في عدة تكتلات تقدر تصير بهذا المجال. من هون بتجي اهميتها، لانه هي اكيد بتشد صوب تمثيل افضل، هو انه متطور، اكيد متطور اكثر، مثل ما حكينا قبل انه كمان بحرر من الضغط، يعني ما في شراء اصوات وهيك ما حنرجع نعيدهم من اول وجديد، وكمان اللعبه السياسيه بين الليستة الوحدة بتختلف، لأنه لما بنكون على ليستة فيها تشطيب بصير فيه ما بدنا نقول يعني حنقولها من تحت الطاولة، يعني عرفتي؟ بيوعدوا بعضهم بشيء بعدين بيمشي تشطيب، من بعد ما تصير الانتخابات أنتوا شطبتوا نحن شطبنا، هلا ما في، هلا لما بينزل الجروب على ليستة وحدة التزام 100%، ما فيه زغل مثل ما بيقولوا، هيدا شيء إيجابي للعبة للعبة الانتخابية. يعني رغم هيدا بقى المواطن محتار بين
بطاقة مجلدة بطاقة ممغنطة. عم ينشغل على البطاقة على البطاقة الانتخابية الممكننة. هلا كان أفضل إنه يكون أكيد بالبطاقة بطاقة الهوية مثلا أو الباسبور، بس كان المفروض إنه هول يكونوا ممكننين، هول منو ممكننين نحن عنا. هل صحيح؟ بس كمان في سلبية، خليني كفيلك بخصوص هيدا البطاقة، لأنه بده ينشغل إنه تنجاب هيدا البطاقة، يعني في ناس ما حتقدر تجيبها، في ناس حينضغط عليها يقولوا لها يمكن ينعرف انه نعرف كلنا البلد كيف انه انا هودي جروب مثلا ما بدنا نعطيهم بطاقات، ديروها بما بعرف بشغله تقنيه مثلا ما بعرف. هلا انا كان عم ينقال انه لازم تقدمي طلب مثل بطاقه الهويه لتحصلي عليها. هيدا بقلل كثير نسبه الاقتراع، يعني في كثير ناس ما مش حتعملها، يمكن ما عندها وقت، يمكن ما لها جلاده، يمكن ما بعرف اسباب كثيره بتحول دون انه تقدر تستحصل على هيدي البطاقه، وعم بدها مجهود، يعني لحتى تعمل اي معامله بهذا البلد بدك مجهود. ممغنطة يعني كودية، يعني بتفوت بسيستم الكتروني. ولكن بقيت علامات استفهام حول كرة شرق صيدا يلي كانت تسمى بالساحل الجزيني. هيدي الكرة بالذات تم ضمها لدائرة الزهرانة وصور. بهذا التقسيم في شيء لا مصلحة جزين وفي شيء ضد مصلحة جزين، اللي هو مصلحة جزين انه الصوت المسيحي له تأثير اكثر، له تأثير فعال، حتى بيقدروا اذا كان في تنسيق مثل ما لازم يجيبوا حتى اصوات غير مسيحية، يكون هن عندهم دورهم بهذا المجال. بس اكيد المشكله انه هالبتر اللي صار بالمناطق، يعني منطقه معروفه انه هي امتداد جغرافي للسانتر، يعني لجزين الام انبترت، يعني صار الناخب بهذه المنطقه عم بحس انه الانتخابات ما كثير بتعنيه، منا همته، المرشحين يمكن ما يعرفون، كمان عم بحس اكثر انه عم يبعد، يعني عم بيبعدوه عن انتمائه، عن 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 ارتباطه بجذوره، هيدي كلها بتاثر كثير سلبي جدا، بتخلي ما يمكن ما ينتخب جزء كبير منه، يحس انه هيدي الانتخابات مش لهم وانا شو بدي فيها. لحتى يصير في تعويض لازم في يصير في اهتمام بهيدي المناطق حتى نوقف، لانه النزح بده يكثر، فكره انه الدوله متخليه عنهم بطريقه معينه كمان بده يكثر، يعني لازم يصير في انتباه اقتصادي انمائي بهيدي المناطق لحتى اكثر نعوض عن هالبعد اللي صاير، يعني نشدهم اكثر نرجع لجذورهم مثل ما بيقولوا، ونمنع انه يتخلوا بالنتيجه عن ارضهم، يحسوا انه حتى بالانتخابات ما عندهم وجود، يعني ما عندهم اهداف بالنتيجه. ولنفهم القانون الانتخابي بشكل تفصيلي من الاقتراع حتى الفرز، كان لنا لقاء مع احد نشطاء القوات اللبنانيه اللي كان لها الفضل بوضع هالقانون. بالنسبه لقانون الانتخابات يلي اقر، قانون الانتخابات اللي اقر هو قانون نسبي، هو انجاز حينقل الحياه السياسيه من مرحله القانون الاكثر الى مرحله القانون النسبي. القانون الانتخابي هو حيعطي فرص لكل الفرقاء انه يكون عندهم فرصه بالتمثيل، هذا بالشأن السياسي، كل شخص عنده أجندة سياسية، كل مجموعة حزبية أو غير حزبية، مجتمع مدني قادرة تنظم صفوفها، قادرة تجيب نواب، شرط أنه يكون عندها قدرة على التجيش أنه تجيب الحاصل الانتخابي. تقنياً هلأ بالنسبة لقانون الانتخاب، مثل ما بتعرفوا قانون الانتخاب قسم لبنان إلى 15 دائرة، هال 15 دائرة اعتمدت الدائرة حسب قانون الستين اللي اتفق عليه بالدوحة، استثناء الضمنية والمنية اللي قسمت عن بعض البعض، ولكن بما باللي بعده اعتمدت زاد الدوائر. ال 15 دائرة هن دوائر بغلبيتهم دوائر مختلطة، عملية الترشيح حيكون في لوائح مقفلة، لوائح المقفلة حيكون في لكل قضاء عدد المرشحين يلي منصوص عنه وفق الطائفة تبعه، المرشح بكل قضاء حيكون في عنده صورته واسمه والكارو أو الخانة المناسبة اللي ينحط عليها العلامة الفارقة يلي بتشير على تأييده، اللائحة حيكون عندها صوت تفضيلي للمرشح الواحد ضمن قضاء.
هلا من ناحية الترشح وتأليف اللوائح والمسار القانوني، اللوائح هي حتكون لوائح مكفلة، إلا أنه يكون في عنا لوائح غير مكفلة، بس يجب أن تكون على 40% من عدد المقاعد يلي منصوص عنا بهالدائرة، على تقل عن 3 مقاعد، يعني لازم تكون من 3 مقاعد وما فوق هاي 40% تبع اللوائح. تاني إنجاز بهالقانون النسبي هو أنه ما بقى في تطبيع لوائح كيف ما كان، الدولة ووزارة الداخلية بشكل خاص اللي هي صاحبة الشأن حتوزع طواب لوائح مطبوعة مسبقاً. هاللوائح مطبوعة مسبقاً بفوت المواطن بيخدها بيسلمه إياه رئيس القلم، بفوت على السطارة بنقي خانة على اللائحة، من هاللائحة بنحق له بصوت تفضيلي 1 ضمن قضائه يلي هو بلاقيه مناسب. هيدي عملية الاقتراع. هلا بحال عملية الاقتراع كانت نسي المواطن يحط خانة على اللائحة، وين حاطت الصوت التفضيلي بحط الصوت التفضيلي، بيعتبره الصوت التفضيلي هو لللائحة تبعه. أما إذا كان حاطت صوتين تفضيليين مع إشارة لللائحة يلغى الصوت التفضيلي الثاني، مش الصوت التفضيلي اللي من ضمن اللائحة. اللائحة ممنوع تشطب، ممنوع تزيد أسامي، هي لوائح مقفلة 100%. هيدا من ناحية الانتخاب، ومن ناحية المواطن كيف بده يكون عنده معلومات للانتخاب. رح ارجع عيد بإجاز قبل ما نفوت بطريقة الفرز لأنه هي الأداء. إذا رح يكون في لوائح معدة مسبقاً، ممكن تكون مقفلة ممكن تكون غير مقفلة، على أن تكون 40% من نسبة المقاعد لا تقل عن 3. المواطن بيستلم اللائحة تبعه من رئيس القلم، بفوت بحط خانة على اللائحة، من اللائحة بيختار صوت تفضيلي 1 ضمن القضاء تبعه. ما لازم المواطنين يغلطوا، أصلاً حتى ما يغلطوا رح يكون في عنا نوع من تمييز للمرشحين من غير القضاء عن المرشحين من قلب القضاء، لحتى ينتبه المواطن أنه هاد 3 مرشحين مثلاً بجزين اللي بيحقلها بتعطي 1 منهم صوت تفضيلي. بالنسبة للمسار القانوني كمان، المسار القانوني في عنا مدى زمني لازم نتأيد فيه. عنا مثلا بدعوات الهيئات الناخبة لازم تكون قبل 90 يوم، عنا إقفال باب الترشح الفردي قبل 60 يوم من تاريخ الانتخاب، الانسحاب الفردي قبل 45 يوم، إقفال اللوائح قبل 40 يوم. يعني رح ينعطى مجال للمواطن وللحملة الانتخابية 40 يوم لحتى المرشح واللائحة تقدر تعمل الحملة الانتخابية تبعها، وكمان المواطن لا يقدر يميز بين مختلف اللوائح المؤلفة. بالنسبة لليوم الاقتراع يمكن أكيد بده يكون في عنا اقتراع لغير المقيمين، اقتراع للموظفين يلي بده يكونوا رأس الأقلام، وبده يكون في كمان نهار اقتراع لليوم يلي بيكون فيه بكل لبنان الانتخابات عم تجري للمجلس التشريعي. هيدا تقريبا بكل شيء خاصه بعملية الترشح والاقتراع. من بعد ما قلنا كيف الناس بتنتخب، من بعد ما قلنا الخط الزمن اللي بتمشي فيه عملية الترشيح إلى تأليف اللوائح إلى الاقتراع، لابد من أنه النقطة الثالثة الأساسية يلي بيشرح عنها قانون الانتخاب هي عملية الفرز واحتسابها. عنا نقطتين، أول شيء احتساب عدد المقاعد لكل لائحة، وتاني شيء هو عدد الفائزين من المقاعد لكل لائحة من اللوائح كيفية احتسابها. رح ناخد قضاء جزين صيدا. جزين صيدا فيها 5 مقاعد، 2 موارنة، 2 سنة، و1 كاثوليك. رح نفترض فيه 3 لوائح، عنا اللائحة الحمراء الصفرة والرمادية. الحمراء 70,000، الصفرة 75,000، والرمادية 5,000. قدام مجموعة المقترعين 150,000، قسمي 5 مقاعد 30,000، الحاصل الانتخابي الأول هو 30,000. نجي نطلع على اللوائح، كل لائحة جايبة ما دون 30,000 ما بحق إلا تفوت وتستفيد من المقاعد حسب النسبية، تلغى هي وأصواتها. منروح على عملية احتساب حاصل انتخابي تاني،
يلي هو مجموع عدد أصوات اللوائح المتبقي، يعني 70,000 75,000 145,000 على 5 بيطلع تقريبا الحاصل الانتخابي ب 29,000. نجي هلا بنحدد عدد مقاعد كل لائحة من اللوائح، هي مجموعة الأصوات اللي اخدتها اللائحة قسمة الحاصل الانتخابي الجديد، يعني 70,000 على 29,000 و 75,000 على 29,000. بهالعملية الحسابية كل لائحة من اللوائح سوقرت مقعدين، مقعدين للائحة الأحمر ومقعدين للائحة الصفراء. بقى عنا مقعد، مين بتاخد المقعد التالت؟ تاخده اللائحة يلي هي صاحبة الكسور الأعلى. إذن هاي أول نقطة بالفرز خلصناها. رح ارجع عيد، عندي ثلاث عمليات حسابية. أول شيء الحاصل الانتخابي الأولي، ثاني شيء عدد الحاصل الانتخابي الثاني من بعد ما نلغي اللوائح يلي هي ما دون الحاصل الانتخابي الأساسي، وثالث عملية وتاني عملية حسابية عفوا هي تحديد المقاعد لكل لائحة من اللوائح حسب الحاصل الانتخابي الجديد ومجموع المقترعين الجدد. ثالث عملية حسابية بنعملها هي احتساب الأصوات التفضيلية، وهون عكس ما كتير ناس بيفكروا، مفتكرين أنه حتاخد الأصوات التفضيلية حتحتسب كمجموع، أما هي حتحتسب كنسبة. كيف بنحتسب الصوت التفضيلي بكل قضاء؟ هي عدد الأصوات اللي حاصل عليها لكل مرشح مقسومة على مجموع الأصوات يلي أو المقترعين يلي اقترعوا بقلب القضاء تبعه. يعني أي مرشح سني، لنفترض مرشح إكس جايب 9,000 صوت، بده يكون مقسوم على مجموع عدد المقترعين المحتسبين باللائحتين، يعني من 9,000 مقسومة على 9,000 جمع لنفترض 11,000 12,000 8,000، لأن عنا 4 مرشحين سنة متبقيين باللائحتين، 2 بالحمر و2 بالسنة، لأن رمادية طبيعة الحال ما لها عال. هيك بنكون عم نحتسب النسبة لكل لائحة، لكل عفوا مرشح من المرشحين. بس نحتسب نسبة أصوات التفضيلية لكل هالمرشحين هودي، نجي بنحطهم بنرتبهم من الأعلى نسبة إلى الأدنى نسبة، منشوف أول تاني تالت رابع خامس سادس سابع تامن تاسع عاشر، من الأعلى نسبة إلى الأدنى نسبة. نجي بنقول مثلا أول واحد أعلى نسبة هو من اللايحة الحمراء، منعبي وحدة باللايحة الحمراء. تاني واحد سني من اللايحة الصفرة بيتعبى بالصفرة. التالت صفرة بيتعبى بالصفرة. منضل نعبي حسب هيك إلى أنه لائحة من اللوائح بتنتلي المقاعد تبعها. حتى لو مثلا وصلنا لرابع أو لخامس ترتيب بالنسبة وانتلت الحمراء، صار المرشحين اثنين للحمر أخذناهم أول عن آخر واحتسبوا هن من النا، ما بقى يحق للائحة الحمراء تستفيد ولا من أي مرشح حتى لو كانت نسبته ضمن الترتيب أعلى من البقية بالصفر. هاي الطريقة بتصير فيها العملية الحسابية، وهاي الطريقة يتم تحديد الفائزين لكل لائحة من اللوائح، يحدد حسب المقاعد، يحدد حسب النسبة، ويحدد حسب الشغور باللوائح من هاللائحتين هودي. يعني ما في أنا عبي أكتر من اثنين سنة، ما في عبي أكتر من اثنين مورنة، ما في عبي أكتر من واحد كاثوليك، حتى لو كان تصنيفات بعض المرشحين السنة أو الموارنة أو الكاثوليك متقدمة على البقوة، بس ما قاعدهم توزعت أول عن تاني من اللائحتين أو لائحة من اثنين. هالطريقة هيدي بتصير الفرز، وعلى الأساس هيدي تعلن على النتائج. هيدا كقوات لبنانية بمنطقة جزين، أكيد نحن لوجستياً عم نشتغل، تقنياً كمان صرنا جاهزين من ناحية المعلوماتية والفرز بالضياع، كمان عم نعمل الواجبات اللازمة. مش مزبوط أنه نحن مش موجودين بالمنطقة، في كتير ناس عم بتحاول تسوي أنه كأنه ما في قوات لبنانية بالمنطقة. لا، القوات اللبنانية هي موجودة بالمنطقة،
الهوات اللبنانية هي من الحزب الأكثر فاعلية ونشاط بالمنطقة، بقى ما ممكن نكون نسمح لحدا أنه يغيبنا أو يصورنا كأنه نحن عنصر غير فاعل أو غير موجود بالمنطقة. لا، أنا بطمن جميع القواتيين مناصرين ومحازبين ومنتسبين أنه نحن موجودين بهالمنطقة، نحن علم من أعلام هالمنطقة، نحن ما رح نكون أبدا غايبين عن حقوقنا، ما رح نكون أبدا متساهلين بحق من حقوقنا. نحن اشتغلنا لحتى نقدر نبين ونبين بالانتخابات، ووقت السلم نحن الإيد اللي بتعمر أكيد، ووقت الخطر ما بخلنا على المنطقة. بكرة الانتخابات جاية وحيكون في مرشح للقوات اللبنانية، وحنشتغل له كلنا لهالمرشح هيدا، لأن نحن كحزب ما بهمنا مين بيرفع العلم، بهمنا العلم يكون مرفوع، والقواتيين بمنطقة جزين بحق لهم بممثل، وهالممثل إن شاء الله بهالقانون يلي بيفتح مجال لكل الناس أنه يكونوا ممثلين، حيفتح مجال للقوات اللبنانية أنه تكون ممثلة عن جدارة وعن جهد، كثمرة لجهود ونضال مئات وألاف الشهداء أو المناضلين والأبطال اللي رفعوا علم القوات بمختلف الأزمنة الصعبة. بقى هلأ إجا دور مين يكفي المسيرة لحتى نرجع نبني عن جديد مسار للقوات اللبنانية بالمنطقة، يعلمنا كيفية الثبات على المواقف وتحديد الرؤية الصائبة السياسية. نحن مقتنعين بالحركية السياسية اللي عملينا، نحن مقتنعين بالأهداف السياسية وبالمبادئ السياسية يلي أنشئت على أساسها القوات اللبنانية، وما حنسمح لحدا لا يزورها ولا ياخدها. هالنضال هو ملك الشهداء وعوائل الشهداء والمؤتمنين عليهم، يلي هن من أصغر عنصر، من أصغر رفيق، بأصغر مركز، بأبعد ضيعة إلى قيادة الحزب، هن المؤتمنين على هالمسيرة لنبقى ونستمر بكل الضياع وبكل المناطق منتشرين، وعنا حركيتنا السياسية بكل حرية وبكل أمانة وبكل مصداقية. أما بخصوص التحالفات، نحن موجودين ومثل ما كنت عم بقول منفتحين على كل الأطراف ضمن القناعات والثوابت للرؤية السياسية للقوات اللبنانية. نحن ما رح نتحالف مع حدا على خلاف مع قناعاتنا أو على ثوابتنا أو على أي شيء. بالنسبة مع التيار الوطني الحر، كل شيء عم بينحكى وبينقال نحن بعدنا منحط ضمن خانة حكي الجرايد، لأن بعد ما في أي حوار جدي لا أقله على صعيدنا نحن كأولاد منطقة وحدة بيننا وبين رفاقنا بالتيار الوطني الحر على صعيد المنطقة، بقى كله حكي جرايد، كله خطابات إعلامية، نحن منحطها ضمن خانة التجيش السياسي. حوار جدي على القلم والورقة يوصل إلى تكوين حلف انتخابي معين بعد ما في جديا ما في مع تيار المستقبل. أكيد اللقاء بين الدكتور جعجع وسعد الحريري نتائجه كانت هن قالوها أنه الحلف رح يكون متجدد ومتجذر على صعيد لبنان كله، أكيد حينعكس بيننا وبين تيار المستقبل بصيدا ومنطقة جزين. من ناحية الأسماء والمرشحين القواتيين، أكيد شو ظروف المعركة بتتطلب نحن حيكون في عنا مرشحين. إذا نحن كنا بحلف وفي تنازلات حنقدم التنازلات، يمكن نكون بمرشح واحد، يمكن نكون بمرشحين ضمن باقي من التحالفات الكبيرة. وإذا كنا لحالنا أكيد في أو بتحالف تاني نحن وطيار المستقبل لحال أو نحن وحدا لحال، حيكون لكل ظروف معركة حيكون في عنا صيغة ترشيحية وصيغة لتأليف اللائحة ضمن ظروف المعركة يلي بتقتضيها. وبتبقى الكلمة الفصل للناخب إن كان من جزين أو من صيدا أو من شرق صيدا. ولا شي بقعد بالبيت، نو نو نو، شبعنا منهم خلص. بعد والله ما بنعرف ولا واحد منهم. هيك بالهم بيبعدوا عن ميشيل عون، كل شي برات ميشيل عون أنا معه. هلا بس هي تحز المحزوزية، كل واحد بيلحق قطيعه، بس هيدا شي غلط. المرة اللي بده ينتخب هودة تبع الحراك المدني بده يجيب وجوه جديدة منها، بلكن بيتغير هالبلد. لشو بدي إياهم بعد أنا؟ بده يكفوا يعني تجينهم وكذبوا؟ بلد عايشين فيه حاطين إيدهم عليه، يعني صفايت مثل ما هو كتر الولاء بيعمل ديكتاتورية، العيلة حبتهم وجابتهم بس هني قعدوا بديش يفلوا بقى.
ما هذا شيء كمان كارثة. بهمنا مشروع للضيعة. يجيبون للكاثوليك كل مرة بيعمل ليبو ما عشان يشوفه. شو بدي منهم؟ شو هنتخب؟ وهدوك كلهم التيار هالمشي فيها مش معهم. بنتخب التبعون. خليه يتحرك على الأرض، خلينا نشوفه. يعني إنه كيف بده يترشح وبعد العالم ما بتعرفه. بالقانون النسبي ما بعرف إذا في حل إنه يعني بتزبط الأمور. القانون النسبي ما فيك تشكل يعني تحط هيك وتحط هيك. ولا نحن عنا ضيعتنا يعني كل منطقة ساحل جزين، يعني مش ضيعتنا بس، ضيعتنا والمجايدي والحسانية يعني كلها ضياع، انه ما حدا بيلتفت فيهم. يعني كل الشغل عم بيكون على منطقة جزين وعلى هذا. طيب نحن لا بنكون هيك، يعني كنيستنا بدنا 300 سنة ما طلعش فيها. عنا طرقاتنا من 56 مش محطوط عليها زفت، يعني بين جرناية وكفربيت يعني وهذيك منطقة. طيب انه مين ما نطالب نحن؟ جينا بنحكي معهم، كل واحد بدير على الثاني وكل واحد هذا. نحن علينا نجي ننتخب ويضحكوا علينا اخر شيء ويقولوا لنا بكره بنعملكم بكره بنسوي لكم، بس يطلعوا نواب باي باي يا حلوين. طلعوا على المنطقه ويهتموا بالنسبه للكهرباء، بالنسبه لهالامور هاي بس. ولا حدا اشتغل بالمنطقه، ما في الا البلديه عم تشتغل. لا في انتخابات؟ في، ما في انتخابات. ولتوضيح القانون الانتخابي كان لنا لقاء مع كبير من كبار جزين ليعطينا رأيه القانون السياسي بالنسبة للقانون. جينا سنة 92 بعد الطائف 93 94 كنا باجتماعنا الله يرحمه الدكتور نزيه بزري، كان على العشرة رفيق الحرير. قلت له للدكتور نزيه يا دكتور اسمع مني، اعملوا المنطقة النموذجية اللي هي صيدا، شرقي صيدا، جزين والزهراني، نين سنة، نين شيعة، نين كويتلي ونين مواطني، وفي انسجام بين الناس يعني. قال لي يا خيي خليها غير وقت، هلا مرهوننا هيدي. الواقع ما حدا عم بفكر بالقانون اللي بينسجم مع واقع المنطقة وما واقع الناس. اليوم فكروا انطلقوا من مبدأ القانون اللي هني بيرضي حاجاته. شو الهدف كان؟ بكل من أول ساعة بلشوا يحكوا بهالقانون توصلوا لنتيجة. الهدف هو كان شو هني محتاجين، كيف بدهم يوضعوا يدهم على الأصوات تبع الناس تا يقدروا يحتكروا نوعا ما التمثيل الانتخابي. هاللي هو يمكن أكتر شيء كان عند جماعتنا هالهدف، لأنه بقية الجماعات الفريق على أساس لبنان بكل أسف، زي ما نحكي عن مواطنية بنحكي عن طوائف وعن مذاهب، كل طائفة ماسكة جماعتها، طوق جماعتها. مظبوط. هاللي ما بيتطوق وما بيلمسكوا هن الجماعة وبضموا في التنين هن جماعتنا نحن، لأنه تاريخيا نحن طواقين للحربية. هلا بيضغطونا لفترة ولكن بعد شوي بنرجع نتحرر، بنرجع ننطلق لمحاربة الضغط تنوصل لحربية معينة. يعني مبدئيا الطبخة انطبخت بين الأحزاب المسيحية لأنه هني كانوا أكثر شيء، ولا بعضهم أكثر شيء يمكن مهتمين إنه ياخذوا الناخبين يكونوا لجهتهم ويكونوا الممثلين بين من جماعاتهم، وعلى قدر الإمكان ما يكون في أفراد برات الأحزاب تبعهم. وهيدا غلط كبير، لأنه اليوم بجوز يربحوا لسبب ظرفي، بجوز يربحوا اليوم بس يكونوا أكيدين أنه في ردة فعل بتجي من الناس. جماعاتنا برجع بقلي عندهم طواقين للحرية بصورة مستمرة. منطقتنا منطقة جزين إلى وضع خاص تاريخياً، منطقة جزين كل الناس تعرف وهذا التاريخ يقول. منطقة جزين هي كانت لحمة ما بين الشوف، ما بين الدروز والشيعة عيام جبل لبنان، مسيحية دروز وشيعة، حطوهن يخلقوا جو تفاهم
ولحمه. ونحن المفروض انه نحافظ على هالدور لمنطقه الجزيره. بكل اسف انه اليوم منطقه جزين صفت بين ايدين طيارات جبل لبنان دون اخذ بالاعتبار مصلحه اولاد المنطقه. مصلحه اولاد المنطقه ان انضمت فهمي مع اهالي صيدا، انضمت فهمي مع الشوف، انضم نحن همزه وصل ومتفاهمين مع اخواننا الشيعه. هاي المنطقة منطقة نموذجية للمواطنية اللبنانية، العيش الواحد ما عادش فيه مشترك، نحن ما عاد إذا بدنا نضم نحكي مذاهب وطوايف لبنان ما راح يكون قايم، لا يكون له يوم مستقبل، واليوم لبنان عم بيمر بأدق الأوقات، الأوقات اللي فيها صراع قائم بالمنطقة ما بين الفرس والعرب. هذا الصراع من ايام الصليبيين وما قبل، من ايام فجر الاسلام. والشيء اللي عم بيحصل بسوريا مؤخرا هي نار عم تشتعل. نحن بامس الحاجه لانه نتمسك بلبنانيتنا وبمواطنيتنا اللبنانيه، ونوقف خطاباتنا الديماغوجية اللي كل يوم نسمعها من زعمائنا بكل أسف، أو من بعض زعمائنا. هيجوا الناس عالطائفية، مارمارون ما إله دخل بها القصة، ومار الأولى هرب من زمان من هالعملية. اتركوا الناس يفكروا لبنانيا للبنان. ما إلنا نحن لا كلبنانية ولا كمسيحية بالذات ما إلنا حياة بهالبلد إلا بخلال الدولة اللبنانية وقوانينها ومؤسساتها. واليوم بكل أسف نحن كل شخص عم يهدم هالدولة أو عم يخفف من تأثير الدولة على بلبنان أو عم يخلقوا دول حواليها، هذا عم يضر فينا، عم يضر بأولادنا وبمستقبل أولادنا. منطقة جزين اليوم ترتبط انتخابيا بصيدا، ممتاز. طيب بس هالمعطرين شرقي صيدا هودي اللي قرايبهم فوق بمنطقة جزين، ومنطقة جزين اللي قرايبهم شرقي صيدا، ما كلهم متواصلين مع بعض. كيف بدهم يفكروا انه لازم ننتخب بصور نحن، مع انه المفروض انه تكون هالمنطقتين يكونوا مع بعض لاسباب تعرفوها كلها. حطوا مع انه يعني ما كان بيقدر بكل سهوله المرشح الكتالي بشرق صيدا، هو ممتاز وصديقنا وكل شيء، كان بيقدر بكل سهوله يكون مع منطقه جزين، وكذلك الزهراني. يعني ما تكون المنطقه النموذجيه اللي نحن بالنهاية بنريدها ونتمنى لها. هلا الواقع النسبية والأكثرية فكروا بكل بسويسرا في نسبية، ولكن بسويسرا فيش طائفية. اليوم عاملين القانون هني لحديد هلا مش عارفين يلاقوا كيف بدهم تطبيق القانون. بعدهم عم يدرسوها بس مش عم يلاقوا بسهولة المنفذ. عملوا الأصوات الصوت التفضيلي، الصوت التفضيلي على صعيد القضاء. هذا الانتخاب الأكثر يعني جانا للستين بطريقة مبطئة على صعيد، لا أكثر من هيك. 60 كان في، طبعا كان في انتخابات على منطقة ولا قضاء بالأكثرية واضحة ظاهرة. مفهوم. اليوم لا، اليوم ضمن الليستة الانتخابية في بخبطوا بعضهم وبيتنافسوا ضمن كل ليستة، بعدين رؤساء الليستات بشدوا لحالهم على حساب بقية الليستة. مفهوم. بتكون اجر كرسي،
بيصير في نوع من تفاهمات ضمنية بكل أسف، اللي هي كمان بتجعل مش يعني بتشلح الناخب أهداف صوته أو إمكانية صوته أو فعالية صوته. لما بيتفقوا بين بعضهم بصيروا يعطوا الأصوات التفضيلية لبعضهم بيدرسوها، وهذا رح تصير مش إنه ما رح تصير. يعني كوني أكيد إنه هالرؤساء الحربة بالتكتلات هذه بيكونوا بأمنوا حالهم، وبعدين الباقي بتصفي ما حدا فش الحساب، بس الحساب بيعملوه على صعيد الحد الأدنى اللي بأمنوا هن وضعهم وتيوصلوا. في ضمن كل منطقة، أولا في مناطق بعشرة، في مناطق سبعة، في مناطق بثلاثة، ليس هنالك من مساواة. المبدأ الانتخابي والمبدأ القانوني والمبدأ الدستوري هو المساواة بين كل الناس. ما في مساواة بين كل الناس. تاخدي منطقة زغرتا شرقي البطرون اللي هي كانت مشكلة المشاكل، والكورة 10 نواب. تاخدي المنطقة عنا 2 من صيدا و3 من المنطقة الجديدة، 5 نواب. ليه؟ القانون بحد نفسه قلتلك الموديوس اوبيراندي تبعوه تبعيه لحديد هلا ما لقوا حلول، ما لقوا الحلول الكاملة. لأنه لما بصير في كسور ولما بصير في كيف بدي انتخب الكتالي أنا والماروني والسني والشيعي مين، والصوت التفضيلي بكرة بيطلع عندي ناس نواب بيطلعوا بأصوات أقل بكتير من ناس سقطوا بأصواتهم النسبية. هي خطاب يعطوه للناس وهمي تهني يقدروا يعملوا التركيبات اللي بدهم إياها. اليوم اللي رح يجوا من جماعة حزب الله ولا بيقدري إني رح يجوا نفسه جماعتنا اللي بدهم يترشحوا، كم واحد من المستقلين بجوز يقدروا يلغوهم، ولكن الأشخاص مثل ما هي التركيبة مثل ما هن هي هن رح يجوا. إذا كانت إذا كانت نسبية أو كانت أكثرية ما في شيء بيتغير. بعدين الديمقراطية الحقيقية هي ديمقراطية من منطق الأكثرية، لأنه الأكثرية بتفتح مجال للأكثر إنه يحكم والأقل إنه يعارض. أما لما بدنا نجي نعمل السرطة اللي عاملينها اليوم، كل الناس بالحكم وكل الناس اللي بالحكم بالمجلس، لا في معارضة ولا في حكم ضابط. أكثر من ذلك في تسويات داخلية بيناتهم بتوزع المكاسب بتوزع الحصص، محاصصة دائمة. أكثر أم نسبة القانون الانتخابي لخدمة من؟